اللهم من يرى هذا المقطع ومن ساهم فيه ومن أعان على نشره، اللهم فاغفر له ذنوبه كبيرها وصغيرها، جلها ودقها، عظيمها ودقيقها يا رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وانتهج نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، نواصل مع حضراتكم ما بدأناه من شرحنا لهذا الكتاب المبارك، وقد وقفنا عند الباب الثالث بعد الأربعين، باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله. باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله. وعلاقة هذا الباب بالذي قبله واضحة، الباب السابق وهو باب الحلف بغير الله شرك، هنا باب من لم يقنع بالحلف بالله، فالعلاقة واضحة، هذا يحلف وهذا لابد أن يقنع لأن الذي أمامه قد حلف بالله. استهله المصنف بقوله عن ابن عمر، وأظن أن هذا هو الحديث الذي اقتصر عليه المصنف في هذا الباب، والكلام فيه ليس بطويل وليس بعسير، وإنما هو ميسر بإذن الله تبارك وتعالى. عن ابن عمر، عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحلفوا بآبائكم. وذكرنا مسألة الحلف بالآباء والحلف بغير الله عموما، وذكرنا قول ابن مسعود: لأن أحلف بالله كاذبا خير لي من أن أحلف بي، أحب إلي من أن أحلف بي، من أن أحلف بغيره صادقا، أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. وذكرنا في الباب السابق، اصطفلنا في مسألة الحلف بغير الله تبارك وتعالى: لا تحلفوا بآبائكم. من حلف بالله فليصدق، من حلف بالله فليصدق، ومن حلف له ومن حلف له فليرضى، من حلف بالله فليصدق ومن حلف له فليرضى، ومن لم يرضى فليس من الله، ومن لم يرضى فليس من الله. ومعنى فليس من الله أي فليس من الله في شيء، أي أن نهج الله وشريعة الله بريئة من فعله، الشرع التي أوحاها الله إلى نبيه بريئة من فعله. من حلف بالله فليصدق، وهذا واضح ومتجل، لأنه يحلف بالله كذبا هذه كبيرة، وذكرنا أقسام الأيمان: يمين لغو، ويمين كفارة، ويمين غموس. يمين اللغو الذي لم يعقد فيه النية على الحلف، يمين الكفارة الذي عقد فيه النية وحنث، يمين الغموس أن يحلف بالله قاصدا عامدا الحلف وهو يعلم من داخله أنه كاذب، هذا يمين غموس ليس له كفارة، وصاحبه يتوب إلى الله وإن شاء عذبه وإن شاء رحمه، وسمي الغموس لأنه يغمس صاحبه في النار، لأنه يغمس صاحبه في النار. فهنا قال: من حلف بالله فليصدق، لا يحلف كذبا، فإن حلف وهو يكذب مع العلم دخل في كبيرة الغموس، في كبيرة اليمين الغموس. قال: ومن حلف له فليرضى، وهذا عنوان الباب، ومن حلف له فليرضى، وهذا له ضابط. هل من حلف له مع علمه أن الحالف يكذب فليرضى؟ كلا، ليس هذا المقصود. لو علم عن الحالف أنه يكذب حتى وإن حلف بالله لا ينبغي أن يصدق، والصحابة رضوان الله عليهم يعلمون أن اليهود لهم أيمان كثيرة وما كانوا يصدقونهم، والنبي أقرهم على هذا أن اليهود يحلفون كذبا كثيرا ولهم أيمان كثير ولا يصدقون أيمان اليهود، والنبي أقرهم على ذلك مع أنهم يحلفون بالله. فإن عرف أنه يكذب أو أنه يراوغ أو خالف حقيقة، أو خالف حقيقة
لو أنه قال حالفا بالله أن هذا الكتاب مصنوع من صفحات جلد وأنا أراه أمامي ورق، فهو يحلف بالله أنه جلد، ما رأيك؟ هل يصدق؟ ونقول من حلف له فليرضى ومن حلف له فليرضى؟ كلا، لأنه خالف حقيقة وخالف واقع، وهذا الدين يقر بالواقع ويقر بالحقيقة، فمن خالفها لا يصدق، ومن عهد عليه الكذب فليصدق فلا يصدق، عفوا، فمن خالفها فلا يصدق، ومن عهد عليه الكذب فلا يصدق، ومن أخذت بالفراسة أنه كاذب فلا يصدق، هذا لا مانع فيه. إذن فما معنى من حلف له فليرضى إن كان الأمر فيه ظن، وإن كنت لا تعلم عن الحالف شيئا أهو يصدق أم يكذب، وإن كنت ترى أن الأمر قد يكون حقيقة، حينئذ من باب تعظيمك لله أن ترضى، ومن باب توقيرك لله أن ترضى. أنت اشتريت سلعة وأنت لا تعلم ما بها من عيب، والرجل الذي تشتري منه لا تعرفه، فحلف لك أنها جيدة وأنها سلعة طيبة وأنت لا تعلم عنها، حينئذ عليك أن تصدق، وهو وزره على الله إن كان كاذب. أنت صدقت تعظيما لله، أنت ترضى وتصدق تعظيما لله، لأنه حلف بالله رب العالمين. فإذا حلف بالله نصدق باستثناء الحالات التي ذكرنا، ومن لم يفعل فكأنما بهت في قلبه الإيمان بربه، يحلف لك بالله ولا تصدق. وكثير ما هو، ولما يقول له رحمة أبوك يقول له حلفتني بالغالي ويصدق، لما يحلف بأبيها وبأمه يقول له والله صادق، إنما يقول له بالله ممكن ما يصدقش. هذا قليل التوقير لله، أن يصدق إذا حلف له بغير الله، أن يصدق إذا حلف له بغير الله، وإذا حلف له بالله لا يصدق. أن يستجيب إذا حلف له بغير الله، يستجيب يعني والله لا تديني كذا ما يدلوش، يقول رحمة أبوك أنت جايبه، ياه خد، لما قال لك بالله ما استجبت، ولما ذكر غير الله وإن كان أبوك تستجيب وتعطي، هذا خلل في الإيمان، هذا خلل في الإيمان. إذا حلف بالله ترضى وتصدق، فالذي يحلف قال من حلف بالله فليصدق وإن كان ظانا، فحلفه صحيح. ما معنى ظنا؟ هو ليس متأكد من الأمر ولكنه يظن فيه فهو يحلف عليه، هذا صحيح. دليله أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيدي أنا أفقر من بين لبتيه، أنا أفقر واحد في المدينة، فهل هو يغلب بالظن ولا هو فعلا لف بيت وأحصل عمده وأحصل لا نفسه أفقر واحد؟ يغلب بالظن، والنبي قبل منه وما اعترض. فإن غلبت بالظن وحلفت فليس عليك شيء، إن غلبت بالظن الصدق وحلفت فليس عليك شيء. فالحلف بالله بالظن صحيح يقع، نعم هذا صحيح بالغلبة كما ذكر. ومن حلف له فليرضى من باب توقيره وتعظيمه لله، إلا أن يعلم أن الحالف كاذب أو أنه مخالف للحقيقة، أو بفراسته علم أن هذا الرجل يكذب فما صدقه، فهذا صحيح. فإن حلف له بغير الله لا يصدق، وإن حلف له بالله فليصدق من باب توقيره لله رب العالمين. هذا ما يقال في هذا الباب. أعيد نص الحديث، والحديث رجاله ورجال الثقات، رواه ابن ماجة بسند حسن عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحلفوا بآبائكم، من حلف بالله فليصدق، ومن حلف له فليرضى، ومن لم يرضى فليس من الله. أي دخل في الكبيرة ولا ما دخلش في الكبيرة؟ دخل في الكبيرة. إذا حلف له بالله ولم يرضى مع علمه أن هذا الرجل قد يكون صادقا دخل في الكبيرة. ما علامة أنه دخل في الكبيرة؟ أنه قال فليس من الله. وقلنا التبرؤ أو التوعد باللعنة أو التوعد بالنار
أو التوعد بالغضب، كل هذا كبائر، كل هذا علامة على الكبيرة. من علامات أن الفعل كبيرة عند العلم أن يقال أن الله بريء منه، أو يقال أن النبي بريء منه، هذا يدخل الفعل في الكبيرة، أو أن صاحبها توعده الله باللعن أو بالغضب أو بالعذاب. واضح؟ واضح. هذا ما يقال في هذا الباب، وختم هذا الباب. أود أن أنتقل إلى أمر آخر. الرجل منا لابد أن يكون في العقيدة، في العقيدة بالذات كالجبل، لا يتزحزح، لأن هذا اعتقاد تلقى به ربك تبارك ربنا وتعالى. فإن حدث من المواقف ما يضطرك إلى أن يتشابه عليك شيء أو يحدث عن عندك اختلاف، ارجع لأهل العلم واعلم أن الدين لا يقاس بالرجال، وإنما يقاس الرجال بالدين. فالدين ثابت لا يتغير، والشرعة ثابتة لا تتغير. فإن جاء رجل تتوسم فيه الصلاح والعلم وغير، هو الذي يؤخذ عليه، لأن الدين هو الثابت، هو الذي تغير، الرجل هو الذي تغير، أما الدين ثابت. ناهيك عن أسباب تغيره، مضغوط غصب عنه وما في كذا في كذا في كذا، ما لا أتكلم في ذلك، ولكن ما الذي تغير؟ الدين من الرجل، الرجل الدين لا يتغير. فإنما يعرف الرجال بالدين، ولا يعرف الدين بالرجال، ولا يعرف الدين بالرجال. وقد أردت أن أثير هذه القضية لما أسمعه ولما نسمعه جميعا ونراه من بلبلة في مسألة الأشعرة، أهل السنة ولا مش أهل السنة، الأشعرة من أهل السنة ولا مش من أهل السنة، لأن رجل حدث منه سبق لسانه وهو محسوم على أهل العلم، فقالوا من أهل السنة، ثم قال أبو الحسن الأشعري من أهل السنة وغير ذلك. اعلم رحمني الله وإياك أن المسألة عندك عامة وخاصة، فحينما تقول هل الأشاعرة من أهل السنة تقصد بها الذين هم ضد الشيعة؟ يعني أنت عندك شيعة وسنة، هذا لفظ مشهور ومعترف بين الناس، فحينما تقول الأشاعرة تقصد بهم من أهل السنة الذين هم ضد الشيعة، نقول نعم، نقر بهذا. فالأشاعرة ليسوا شيعة، فالأشاعرة ليسوا من الشيعة، نقول هذا صحيح، لكن هذا كلام عام. ولا تقصد أن الأشاعرة أهل السنة والجماعة الذين هم على أثر السلف الصالح؟ فإن قلت هذا نقول هم خالفوا نهج السنة في حوالي 60 مسألة، فكيف تقول أنهم هم أهل السنة وأنهم من أهل السنة؟ فقد خالفوا القرون الثلاثة الأول في 60 مسألة. وحينما نقول القرون الثلاثة الأول معلوم ماذا نقصد بالقرون الثلاثة الأول، يكفيك القرن الأول جيل الصحابة، فهم خالفوه فيما يقرب من 60 مسألة، منها ما هو مشهور، ومنها ما هو مضمر، ومنها ما هو يفصل لطلبة العلم، ومنها ما هو يقال لعوام الناس بشيء من اليسر. أما أن تدخل في الأغوار 60 مسألة وتتكلم، قد لا يستوعب لا الوقت ولا عوام الناس هذا الكلام الذي نقوله، وإنما يستوعب طلبة العلم والدارسين لهذه الألفاظ التي ذكرت. فمما عندهم أو من أشهر ما عندهم أو من أعظم ما وقعوا فيه وزلوا فيه ما هو متعلق بصفات الله وتقديمهم للعقل على النقل، وجعلوا أن العقل له حكم النقل، فبأدلة عقلية يثبتون كأنه نص بإعمال العقل، وغلب على عقيدتهم كلام الفلاسفة وأهل الكلام، هذا غلب على عقيدتهم. أما أهل السنة فمع النصوص، أخذوا العقيدة من النصوص مباشرة ولا يعبثون بها. وقد ذكرنا في مسألة الصفات أنها غير متشابهة، وإنما هي محكمة على حقيقتها ليس مجازا،
لأنهم لما أرادوا أن يؤولوا قالوا أنها مجازاً. أهل السنة اعلم أن اعتقاد أهل السنة في النصوص التي تخص الصفات أنها محكمة وأنها ليست مجازاً وإنما هي على حقيقتها، نؤمن بها من غير تشبيه الله بخلقه ومن غير تمثيل ولا تعطيل ولا تكييف ولا تحريف. هم لما أرادوا أن ينزهوا الله عن خلقه حركوا الصفات من النصوص وأولوها، وهذا كلام لو ضربنا به الأمثلة يطول، وخصوصا صفة العلو التي عليها نقول أن الله في السماء سبحانه وتعالى وأنه على عرشه استوى، فهم حرفوا هذا وقالوا أن العلو علو مكانة ليس علو ذات، وأهل السنة يقولون هو علو ذات وعلو مكانة، علو ذات وعلو مكانة، علو صفات وعلو ذات لله رب العالمين. وطبعا علشان أدخل لك في صفة العلو ومسألة الرحمن على العرش استوى، ومن الأشاعرة، لا نقول كل، من الأشاعرة من قال أن استوى بمعنى استولى، ووافقوا في هذا منهج المعتزلة الذين قالوا أن استوى بمعنى استولى، واستولى يعني أخذه بعد منازعة، تنزه الله عن هذا، الرحمن على العرش استولى أخذه بعد منازعة مع غيره، تنزه الله عنه. ثم تريدون أن تنزه الله وتقولون هذا اللفظ ما أقرهم عليه ولا جملة واحدة، ما أقرتهم عليه ولا جملة واحدة من لغة العرب، تقول أن استوى بمعنى استوى، هذا غير موجود أبدا في لغة العرب ولا في لغة القرآن. وقضي الأمر واستوت على الجود لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه. وكلمة استوى إذا جاءت من غير حرف جر تكون بمعنى تم وانقضى، استوى إذا جاءت من غير حرف جر تكون بمعنى تم وانقضى، كقول الله ولما بلغ شده واستوى يعني تم قوامه كرجل. وإذا وضعت بحرف الجر على تفيد العلو، وإذا وضعت بجوار حرف الجر إلى أفادت القصد، قصد الشيء ثم استوى إلى السماء وهي دخان، يعني قصده الرحمن على العرش استوى يعني صفة العلو. فهم لما أرادوا أن يخرجوا من تشبيه الله بخلقه أنكروا صفة العلو لله رب العالمين. طب هو أنا اللي قلت ولا أنت اللي قلت؟ أتنزه الله عما قاله هو عن نفسه؟ أتنزه الله عما قاله هو عن نفسه؟ هذا عجيب. من الذي قال الرحمن على العرش استوى؟ أنا ولا أنت؟ ولا الله تبارك ربنا تعالى؟ سبحانه وتعالى هو الذي قال. فإذا سئلوا أين الله؟ لا يقولون في السماء، بل ومنهم من كفر من قال أن الله في السماء، منهم من كفر من قال أن الله بس. طيب المشكلة فين؟ إنه بيعمل ده عقله مع النص، ويقول لك لما نقول أن الله في السماء إذن فالله له مكان، من قال ذلك؟ من قال ذلك؟ نحن نقول لا يحده مكان نعم، ولا يحده زمان نعم سبحانه وتعالى، ولا يحتاج إلى خلقه، لا يحتاج إلى عرشه ولا إلى سماء ولا إلى أرضه، نعم نقول هذا. من قال أننا إذا قلنا الرحمن على العرش استوى نقول أن له مكان؟ من قال ذلك؟ طيب إحنا بنقول إيه؟ بنقول نؤمن أنه على عرشه استوى فوق سماواته، ولا نسأل عن الكيف، كيف استوى؟ وكيف هو على عرشه؟ وكيف هو فوق سماواته؟ لا يجوز هذا، وما ينبغي أن تسأل عن الكيف، نؤمن بما أخبر به، نسلم بما قاله، نسلم بما قاله. ماذا قال ربك؟ قال أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض. ماذا قال ربك؟ قال أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا. ماذا قال ربك؟ تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، تنزيل. قال إليه يصعد الكلم الطيب. سأل النبي الجارية أين الله؟ قالت في السماء. في أوضح من كده؟ قال أعتقها فإنها مؤمنة. طيب لما تجيب دليل زي ده كده وتقول للأشعري
سأل النبي الجريئة إن الله قالت في السماء هتعمل في ده إيه؟ يقول لك إيه هتقول إيه؟ لأن السماء هي قبلة من أراد أن يدعو ربه، فأشارت إلى السماء. من أراد أن يدعو ربه يتوجه فين؟ بيتوجه إلى السماء كأنها قبلة من أراد أن يدعو ربه. طب إيش معنى السماء اللي بيتوجه لها يا بني آدم؟ يقول لك لأن الله علي المكانة، فما ينفعش ندعوه إحنا بصين تحت. طب ما في السجود بتعمل إيه؟ ومن قال لك هذا التأويل؟ طيب بص، أنا راجل غلبان ماليش لا في الفلسفة ولا في المنطق ولا بفهم خالص، لما أجيب حديث زي ده وأقرأه، قال أين الله؟ قالت في السماء. قال أعتقها فإنها مؤمنة، وخدته زي ما هو كده، وقلت إذا سئلت أين الله قلت في السماء كما قالت الجارية، ومت على ذلك. وبعثني الله وقال من قال لك أنني في السماء؟ أرد ولا مش هعرف؟ أعرف أرد ولا مش هعرف؟ أنت قلت عن نفسك ذلك، قلت أمنتم من في السماء، أنا خدت بظهر النص زي ما أنت كما أخبرت به يا رب العالمين، كما أخبر به نبيك لما قالت الجارية أنك في السماء أمنت. طيب اللي قال أنها قصدت قبلة السماء في الدعاء، إذا أرادت الدعاء فإنها قصدت السماء لأنها قبلة السماء، وليس معناها أن الله بذاته في السماء. لما يسأله ربه من قال لك أنني لست في السماء، يبقى يجاوب. أيهما أقوى حجة، الذي أخذ النص على ظاهره ولا الأول النص؟ الذي أول هذا ظني، ممكن يبقى تأويله صح، وهو مش صح، هو تأويله كله غلط. هنفترض أنه هو ظني، ممكن صح وممكن غلط، هذا أقوى حجة أمام الله، ولا اللي أخذ النص وسلم به؟ الذي أخذ النص وسلم به، الذي أخذ النص وسلم به. وبعدين يقول لك على أهل السنة مجسمة، يقول على أهل السنة هم مجسمة. ليه؟ لأنهم أمنوا بصفة اليد. هي المشكلة معهم كلها في الصفات الخبرية التي أخبر الله بها عن نفسه، دي اسمها صفة إيه؟ خبرية. صفة اليد، صفة العين، صفة الساق، صفة الكلام، صفة الفرح، صفة الغضب، صفة المجيء. الصفات التي أخبر الله بها عنها صفة الضحك، صفة العلو، صفة العظمة، أنه عظيم بذاته، هم دي الصفات التي أخبر الله بها عن ذاته عن نفسه، هي دي اللي عاملين معها إشكالية. ليه؟ لأنهم أرادوا أن ينزهوا الله عن خلقه فأولوا النصوص، فصارت مشكلة، فصارت مشكلة. هل وفهموا ما لم يفهمه الصحابة، وفهموا ما لم يفهمه أصحاب الكتب التسعة من البخاري وانت نازل، وفهموا ما لم يفهمه واحد من القراء العشرة. ثم إذا كلموا يقول لك ده سواد الأمة كالأشعري، سواد علماء، مين اللي قال لك كده؟ هذه جملة يضحك بها أشعرية اليوم على الناس، يقول لك إن سواد الأمة كان أشعري، يضحك بها أشعرية اليوم. أنت عارف الأشعرية الأيام أبو الحسن الأشعري نفسه ما قالوش كده، ما بيتكلموش أبدا أصلا، يقول لك بالقلة والكسرة، لأنهم يعلمون أن القرآن يزم الكسرة أصلا، ولكن أكثرهم لا يعقلون، ولكن أكثرهم يجهلون، فالمقياس مش بقلة وكسرة عندهم. ما قال أن سواد علماء الأمة أشعري إلا بتوع النهاردة، أيام أبو الحسن الأشعري لا يعتدون أصلا بمسألة قلة وكسرة في الحق، هم دول الأشعرية اليوم هم اللي قالوا أكثر سواد الأمة. طيب أكثر سواد الأمة إزاي يعني؟ أبو الحسن الأشعري جه بعد القرن الثالث، الثلاث قرون الأولى دول مش محسوبين؟ وفهم أبو الحسن الأشعري ما لم يفهموه؟ طيب أبو الحسن الأشعري نفسه في آخر عمره قال أنه على مذهب أحمد، على مذهب أحمد، وتبرأ مما قال، وقرأ كتاب الإبانة، وقرأ كتاب الإبانة، كتاب الحسن الأشعري في آخر عمره، وهو يتبرأ مما قال ويقول وأنه يفهم النصوص في الصفات على ما فهمه من؟ أحمد بن حنبل. أحمد بن حنبل معلوم أنه إمام أهل السنة في مسألة الصفات والاعتقاد وغير ذلك. فإزاي تقول لي إن سواد الأمة أشعري؟ مين قال لك كده؟ من قال هذا؟ لما يبقى الصحابة والتابعين والقراء العشرة وأصحاب الكتب التسعة والأئمة الأربعة ما فهمش واحد أشعري، ما أنت عايز مين؟ كل دول على اعتقاد أحمد، هو مين اللي قال استوى معلوف؟
والكيف مجهول، الاستواء معلوم والكيف مجهول. ده كلام من؟ مالك، الإمام مالك، كلام مالك. مالك ده إيه؟ مش من علماء الأمة؟ البخاري ده إيه؟ مسلم إيه؟ يبقى أصحاب الكتب التسعة إيه؟ مش دول مش في السواد اللي أنتوا حاسبينه؟ مع أن أصلاً الأمور لا يعتد بها هكذا، الأمور لا يعتد بها هكذا. ياخد صفة العلو ابن أبي العز الحنفي قال: وفي صفة العلو ما يقارب 1000 دليل من القرآن والسنة، 1000 دليل على صفة العلو لله. هتأوله 1000 دليل؟ أول وقبل به ربك، أول وقبل به ربك. فهم يؤولون الصفات ويعملون العقل مع النقل ويكفرون منهم، منهم من يكفر أهل السنة، وهم بيقولوا أن أهل السنة بيكفروا، ونحن نقول عنهم أنهم مبتدعة، ليسوا بكفار، وإنما هم ابتدعوا في مسألة الصفات لما أرادوا تنزيه الله، تنزيه الله عن خلقه، لما أرادوا ذلك ابتدعوا في مسألة الصفات. طيب هم بيقولوا الله فين؟ ده قول الفرقة منهم. عارف اللي يحب يهرب من كل مكان دي يقول لك إيه؟ ليس كمثله شيء. أين الله؟ يقول لك ليس كمثله شيء. تنزه عن المكان، وتنزه عن الحيز، وتنزه عن الجهة. وتعرف كلمة الحيز والجهة دي لا في القرآن ولا في السنة، دي ده في علماء الفلسفة. الحيز والجهة واللي هم بيقولوا ده لا ورد اللفظ ده في القرآن ولا ورد في السنة ولا ورد على لسان صاحبه. حيز إيه وجهة إيه؟ ده كلام الفلاسفة، ده كلام الفلاسفة. تنزه عن، تنزه عن، طيب أين الله؟ يقول لك ليس كمثله شيء. طيب يسلم، نعلم والله، نؤمن أنه ليس كمثله شيء. يقول لك أنتم تقولون أن الله في السماء، آه طيب، وأنه فوق عرشه فوق سماواته، نعم. يقول لك طيب، نحن نؤمن بأن الصفات التي هي لله ثابتة قبل خلق الخلق وبعد خلق الخلق، ده كلامهم. صفة الله تتصف بالقدم، خلاص. فلما أنت تقول لي أنه فوق سماواته، طيب قبل خلق السماوات والأرض إزاي هتصفه بالفوقية؟ هو لسه ما خلقش السماوات والأرض، ولا هتبقى هتقول ساعتها ما كانش فوق السماوات والأرض وصفة الله ثابتة؟ فاهم الحجة دي ولا مش واصلة لك؟ أنت بتقول أنه فوق السماوات فوق العرش، طب وقبل أن يخلق العرش وقبل أن يخلق السماوات هتصفه بإيه؟ هتصفه بإيه؟ قبل أن يخلق العرش وقبل أن يتصف بإيه؟ طيب قل له كلام جميل، هو مش ربنا وصف نفسه أنه سميع؟ قال يا، قل له طيب وقبل أن يخلق من يسمع كان سميع ولا مش سميع؟ مش هو بصير؟ وقبل أن يخلق من يبصر كان بصير ولا ما كانش بصير؟ أليس الله هو الخالق؟ طب قبل أن يخلق ما يتصفش بأنه خالق؟ هو مش خالق؟ قبل أن يخلق ألا يتصف بأنه خالق؟ أقول لا، كان بيتصف. أقول له كان يتصف بأنه فوق عرشه زيها بالضبط. قبل أن يرزق أليس هو الرزاق؟ قبل أن يخلق من يرزق ما كانش الرزاق؟ كان هو الرزاق. يبقى اللي انت بتقوله ده تخريف، لانك لو عملت كده كل صفات الله المتعديه الى خلقه هتلغيه. اذن فماذا ستقول؟ تقول الله اعلم بنفسه قبل خلق الخلق، نؤمن انه الاول فليس قبله شيء، وانه الاخر فليس بعده شيء، وانه الظاهر فليس فوقه شيء، وان الباطن فليس دونه شيء، هو الاول والاخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم، نؤمن بهذا. أما أن تعقب العقل بهذه الفلسفة ستخرف بما تقول، وكل صفات الله لخلقه هتوقف، لأن قبل أن يخلق الخلق كل الصفات دي كانت فين؟ رد بقى، هي اشمعنى اللي أنت بتقول أنه على عرش فوق سماواته؟ ما يقال هنا يقال هنا. إذن فلا تملك إلا أن ستفوض هذا وتؤمن بما أخبر به عن نفسه، وهذا اعتقاد أهل السنة، وده اللي احنا بنقوله. ثم يقولون أننا نقول أنه جلس، لا يوجد واحد من أهل السنة قال صفة الجلوس دي، جلس على عرشه، لا ما قلناش كده،
نحن نقول استوى، استوى على عرشه، استوى على عرشه، إذا كما أخبر عن نفسه. ابن بطوطة الرحلة كان مين؟ كان ابن بطوطة، كان يكره ابن تيمية جدا، وهو صعد منبر وقال: ابن تيمية يقول أن الله استوى جلس على عرشه كجلوس هذا، وما عد عن منبر. فقال واحد: متى قال هذا؟ فذكر تاريخ ابن تيمية، قال ذلك في التاريخ الفلاني. ولما رجع على التاريخ وجد أن ابن تيمية أصلا كان في السجن في هذا التاريخ المذكور، وهذا يدل على كذبه. ما قال واحد من أهل السنة صفة الجلوس دي، إحنا قلنا جلس على عرشه ولا قلنا استوى على عرشه؟ نقول استوى على عرشه بكيفية لا يعلمها إلا هو، فيكذبون على أهل السنة ليوقعوا الناس فيهم وليكذبهم الناس. من قال جلوس؟ ما قال أحد بجلوس الله على عرشه، تعالى الله عن ذلك. نحن نقول استوى على عرشه. ما معنى استوى؟ على واستقر. كيف على واستقر؟ نقول الكيف مجهول والاستواء معلوم. والسؤال عن الاستواء عن الكيف بدعة، والإيمان به واجب. وفي كلام تلامذة مالك قالوا: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معلوم، ومن الله الرسالة، وعلى الرسول البلاغ، وعلينا التصديق. نقول تاني كلام تلامذة مالك: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معلوم، ومن الله الرسالة، وعلى الرسول وعلينا التصديق. هذا مجمل عقيدة أهل السنة، هذا مجمل عقيدة أهل السنة. ما أوحاه الله إلى رسوله قال مصدقه، من غير تكييف ولا دخول في الفلسفة ولا صفصطة كما يفعلون. نقول أبو الحسن الأشعري نفسه بره من مما تقولون، ما فيش. وبعدين أنت، هم يقولون أن النووي كان أشعري، نعم، ويقولون أن ابن حجر العسقلاني كان أشعري، نعم، هذا صحيح. لو أن الله بعث ابن حجر العسقلاني من قبره وذهب إلى أشعرية اليوم عند السيد البدوي في ملد البدوي، ما ظنك بابن حجر؟ لو أن الله بعث النووي، الإمام النووي، من قبره وذهب إلى ملد البدوي الذي يفعله أشعرية اليوم، ما ظنك به؟ هيطوف بالقبر ويعمل زي ما بيعمله، ومدد يا بدوي ومولد وسكر وعربدة. من الذي أقر هذا؟ أشعرية اليوم، أشعرية اليوم يضاهئون فيه الشيعة، أقروا بذلك. لو أن الله بعث أبو الحسن الأشعري نفسه من قبره ورأى ما يفعل هذا، والله لا يرضى، ولا يرضى أي واحد عنده أقل شيء بالعقيد، أقل فهم في العقيد، لا يرضى ما يفعل، لا يرضى. ما الفرق بينهم وبين عباد الأوثان؟ وهم يطوفون بالقبور ويتبركون بها ويطلبون منها الغوث والمدد والنفع والضر، ويقولون مذهب أشعري، هذا ليس مذهب أشعري، هذا ليس من أشعري في شيء أصلا، هذا كلام المتصوفة والرفاعية، ويقول في ذلك ما شئت. يصلون به، يضاهئون فيه الشيعة، ويقولون أشعري. أي أشعري؟ عن أي أشعري تتكلم أصلا؟ يعني المذهب الأشعري بريء مما يفعله أشعرية اليوم، أبو الحسن الأشعري نفسه بريء مما يفعله أشعرية اليوم. وما تراه من توسل وتقرب ويجلس مع أبو الحسن الأشعري، كان بيطلع حضرة؟ يعني أبو الحسن الأشعري كان بيطلع حضرة ويقعد يعمل كده ويقول حي؟ هذا أبو الحسن الأشعري كان يفعل هذا؟ إنما النووي كان يفعل ذلك؟ ابن حجر كان يفعل ذلك؟ أشعرية اليوم يفعلونه، يفعلون ذلك. فإذا سئلوا أين الله؟ نعود. إذا سئلوا أين الله؟ يقول لك ليس كمثل شيء. هذه ليست إجابة على السؤال، نقول لك أين الله؟ فالفريق الثاني منهم يقول في كل مكان. في كل مكان فيه، حتى في أماكن النجاسات. أنت تريد أن تنزه الله تقول هذا في كل مكان، حتى في الخمرات تنزه الله عن ذلك. ومنهم من يقول بالحلولية والاتحاد. عارف يعني الحلولية والاتحاد؟ أنه يحل في أجسام خلقه، يحل في أجسام خلقه، فكأنه في جميع الخلق. فإذا نظرت إلى الشجرة تقول سبحان الله لأنه فيه، وإذا نظرت إلى العباد كأن الله فيه. الحلولية والاتحاد، يحل ربك
تنزه الله عن ذلك وتعالى عن ذلك علوا كبيرا، يحل في عباده وفي أوليائه وأصفيائه وأتقيائه، فيقولون بالحلولية والاتحاد إلى الله المشتكى. أهل السنة يقولون أن الله في السماء، أن الله في السماء بالأدلة. أنا بس أخذت لك صفة العلو والاستواء كده مرور الكرام، مرور الكرام. وإلا فكما ذكرت لك ذا مخالفين في 60 مسألة يخالفون فيها أهل السنة، ولكن إذا سئلت أنت أين الله؟ نقول في السماء. هذه عقيدة أهل السنة كما أخبر هو عن نفسه، وهذا ما يجعلنا نقول أنهم ليسوا من أهل السنة والجماعة حتى يرجعوا إلى ما كان عليه السلف الصالح بدءا من الصحابة رضوان الله عليهم. هذه نبذة مختصرة في الكلام، أسأل الله أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يثبتنا على الحق حتى نلقاه، هو بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. صلى الله على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. الحسن الأشعري هو المؤسس المنهج الأشعري؟ نعم. لا، هم مش هو اللي أسسوا، هم أخذوا كلامه وعملوا مذهب، وهو تبرأ من هذا الكلام. أنا بقول لك هو أصلا الحسن كان معتزلي أول الأمر. ليه؟ لأن جزمه كان معتزل، فعلمه المنهج المعتزل، فلما وجد أسئلة لا يجد لها إجابة ترك مذهب المعتزلة وعدل عنه وأصبح يرد عليهم، فجاء بالمذهب الأشعري الذي تبرأ منه بعد ذلك. هو تبرأ منه، هم مش عايزين يتبرأ، وهذا من العجب. ده كلام الشيخ طيب أحمد طيب اللي هو من الأزهر. ما تسميش بقى، ما تسميش داعي الملك المالك، الله يهدينا ويهديه. ثم هم أصلا في حاجات ملهاش مذهب، يعني الحضر اللي هو يروح الحضرة ويروح يفقر ويتمسح في القبر، ده مذهب مين ده؟ ده مش مذهب أصلا، ده مذهب الحسن الأشعري، إنه يروح ينام عند القبر ويتمسح في القبر ويقف يتنطط ويقول الله حي، ده مذهب الحسن الأشعري، ده مش حاجة خالص. طب إيه المعتزلة؟ عايزين نخش فكرة عن المعتزلة. سيح لك الدنيا، سيبها دلوقتي بقى، خلي الناس سبت على إيه عليه. المعتزلة طبعا أتباع الجهم بن، أتباع الجعد بن درهم، الجهمية خالد القصر ذبح، خالد القصر ذبح الولي على الكوفة، ربط وحطه تحت المنبر. لا، الاثنى عشرية طبعا كفار قولا واحدا، الاثنى عشرية. انت عندك الشيعة ثلاث طوائف، الاسماعيلية والزيدية والاثنى عشرية. الطائفة الاثنى عشرية كفرة باتفاق، والاسماعيلية مسلوب، الزيدية اللي فيهم اقوال، واضح؟ الزيدية دول اللي هم في اليمن، والاسماعيلية في الهند وباكستان، وطبعا الاثنى عشرية ايران وسوريا ونص البحرين وكده. حكم الجاهل هذه الفرق اللي هو منهم بحكم وجوده في الدولة. ما سمعتش اللي حكم الجاهل منهم هو موجود في البلد دي، والمثل العام في البلد دي هو كده، لا يعرف، يعني هو بيروح من رايح وبيجي عن جاهل. يا شيخ أحمد هذا الكلام يصعب مع انتشار النت ومواقع التواصل، عايز تقول انه ما سمعش خالص على عقيدة أهل السنة؟ فضيلة الشيخ، يا حضرتك خلاص الكتاب مدورة، تلاقيهم هم يشرحوا كتاب مدورة يقول لك ولا ده مذهب أهل السنة. أنا لما وقف في إيدي كتاب مدورة وبقرأ فيه أنا اشتبه عليا الأمر لما هو قال وهذا مذهب أهل السنة، خدت الكتاب وطلعت جاري على الشيخ اللي هو البوليس. هو كل واحد بيتكلم يقول ان هو ده مذهب اهل السنه ومفيش سنه غيره، كلهم بيقولوا كده. طيب اللي بيقرا بقى واللي بيسمع منهم هو بيقول لك انا اهل السنه والجماعه، والاشعريه ما بيقولوا اهل السنه، والاشعريه بيقولوا كده. طب هم الاشعريه ما سمعوش مذهب اهل السنه والجماعه؟ ما يعرفوش؟ ده طالعين يشتموا فيهم للنار، يعني عارفينهم وبلغهم اهو. الاشعريه ما يعرفوش منهج اهل السنه والجماعه؟ ما يعرفوش منهج السلف؟
هم متأولين عارفين ولا مش عارفين؟ عارفينهم بيردوا عليهم بيشتمون النهار؟ ليه؟ هم متأولين ايه حضرتك بتاعهم اه لو كفروا قصه لا مش عارف ما كفروش طبعا كفروش هم الا من وافق فيهم المعتزله خلاص ده صار بقى اه انا بتكلم على ايه الفرقه اللي هي باينه باينه اه يعني كده الفرقه دي دول بيقولوا احنا نايل السنه اللي هنا بقى اللي هو يعتبر ايه معاون الناس هيعمل ايه او نتكلم على ازاي عوام الناس مش هيوصل لسنة اللهم يا رب من نشر هذا المقطع اجعل له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا وارزقه من حيث لا يحتسب واجعله شريكا لنا في الأجر يا رب. أخي العزيز أختي العزيزة لا تنسوا الاشتراك في القناة فعل الجرس واضغط على سبسكرايب فعل الجرس عشان يوصلك كل الإشعارات الجديدة إن شاء الله. اللهم من يرى هذا المقطع ومن ساهم فيه ومن أعان على نشره اللهم فقف له ذنوبه كبيرها وصغيرها جلها ودقها عظيمها ودقيقها يا رب العالمين. أسأل الله أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأن يرزقنا الصبر على محن الدنيا وأن يرزقنا الرضا بالقضاء وأن يرزقنا برد العيش بعد الموت وأن يرزقنا لذة النظر إلى وجهه والشوق إلى لقائه في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان وجعلنا هداة مهتدين. صلى الله على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين.